قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء مباشرة. ولذلك قال علماء القلوب حب زليخة ليوسف عليه السلام كان يغلب عليه الحب الشهواني وليس الحب قلبي، لأن الحبيب لا يضر حبيبها، الحبيب يفدي حبيبه بنفسه بدون ما يفكر. فلما هي أول ما شافته قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، برأت نفسها